هل بالفعل كان هنالك ارتباط وثيق ما بين فكر حسن الترابي وفكر جماعة الإخوان في السودان؟ وفي الأصل طبعا الدكتور حسن الترابي واحد من تلاميذ الدكتور الراحل حسن البنا رحمه الله، وهو يقر بذلك ويعطي للرجل أو احتراما ويوليه قدرا كثيرا، لكن كثير من خطاباته دائما يعني لا يربط بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والحركة الإسلامية السودانية. هناك اختلاف في بعض المناهج، هناك اختلاف في بعض الرؤى، لكن ربما يكون تلتقي جميعها في حركات العالم الإسلامي، في منهج العالم الإسلامي، في التحرر، حركات التحرر الإسلامية. ربما يكون هناك نقاط التقاء، ولكن هو دائما أخذ اتجاها مختلفا عن الإخوان المسلمين في مصر. وبالتالي حتى حينما أسس الجبهة الإسلامية العريضة، والتي أيضا شكلت يعني وجود وحضور جدا في الانتفاضة وفي ثورة إبريل، وأيضا شارك في كثير من القضايا، حينما استلموا السلطة عبر عمر البشير، أسسوا أيضا المؤتمر الإسلامي العالمي، وده كان جامع لكل حركات الإسلام في العالم، أكثر من 45 دولة.